تعطلت بشكل مفاجئ على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، الرابط التابع لموقع داون ديتكتور المتخصص في تتبع الأعطال. التقينا تغريدة تفيده هذه المواقع والتعليق على هذه الشركة لشركة فيسبوك تعمل على بنية تحتية مشتركة، وتفيد المعلومات أن هذه المواقع توقفت تماما عن العمل. خدمات أخرى تعد من التطبيقات مثل فيسبوك ورك بلس. انقطاع الحلقة، فجاءت مشكلة في الخرق على شاشة تلفزيون أمريكي لكشف هويتها بعد أن سربت مجموعة وثائق للسلطات، تزعم أن فيسبوك يعرف منتجاته تغذي الكراهية وتضر بصحة الأطفال العقلية. وعملت خبيرة البيانات فرانسيس وعاما في العلاقات بين جوجل وبينست، لكنها قالت في مقابلة مع برنامج 60 دقيقة الإخباري لشبكة CBS في سب إنوك وخطيبها من العلاقات السابقة: يرد فيسبوك على الفور على طلب للتعليق على الانقطاع.